اهلا وسهلا بكم طلابنا الاعزاء الصف السادس الاعدادي. اليوم نتكلم عن المضارع التام او بالاحرى نتكلم عن التام الموجود في الفصل الخامس لان مبين يعني قاعد يسوي مشاكل هواي للطلاب. بس اليوم راح محاضرتنا راح تصير شويه طويله. نحاول قدر الامكان ندخل بها بعض التسليه حتى الطلاب الاعزاء ما يضوجون. فاليوم راح نتكلم بالتسلسل شوية. خلي بالك وياي طلابنا الأعزاء، عندنا الـ present perfect simple المضارع التام البسيط. ركزوا وياي هنا، الطلاب يسألون شلون تجي يعني أغلب أسئلة الطلاب استاذ شلون تجي بالامتحان. يعني احنا هنا راح نحاول قدر الإمكان نرتب لكم إياها ونعطيكم إياها in perfect way، طريقة مرتبة وبطريقة سهلة. بلا هنا يصير تركيزكم على الكلمات اللي باللون الأخضر، هي هذا دليلكم اللي أنتم لازم تتبعونه بالامتحان. يعني إذا راجعنا الأسئلة الوزارية وهسه راح نراجعها، فهذن الكلمات اللي باللون الأخضر شنها يعني؟ يعني عندنا المضارع التام في حالة المفرد هاز، في حالة الجمع هاف، يجي وراها التصريف ثالث باست بارتيسيبل. أما ظروف المضارع التام اللي هي just already never، just already never لازم نخلي الفاعل بالبداية وراها الهاف للجمع والهاف للسنجلا المفرد، وبعدين يجي وراها الجاست والاوريدي والنفر، يجي وراها تصريف ثالث للفعل وراها هذا وهذا زائد الفاعل زائدا أفا زائدا تصريف ثالث للفعل في حالة السؤال اليت اللي بيها نقطة، العفو اليت حالة الكويشن have او has زائد الفاعل زائد التصريف ثالث للفعل. اما اليت في حالة النفي، شلون ممكن تثبت هنا النقطة؟ اي النقطة تنحط مع المثبت مع النفي يا حبيبي. فهنا اليت اللي ما في علامة الاستفهام راح تخلي فاعل زائد have زائد has زائد تصريف ثالث للفعل. طيب ما خلصنا، نجي هنا عندنا المضارع التام المستمر. المضارع التام المستمر زمع كلمة لوك لأن تكررت هواي هاي كلمة لوك. هنا أنا كلمة لوك، أوكي شبيها لوك، عيف على صفحة. نخلي هاف بن في حالة الجمع وهاز بن في حالة المفرد، يجي وراها فعل يحتوي على ing. أوكي هنا عندنا الظروف اللي هي الفور والسنس. شبيه الفور والسنس، الفور تأتي مع المدة الغير معلومة والسنس تأتي مع المدة المعلومة. المشكلة هي انه الطالب باللغة العربية ما يعرف الفرق بين المدة المعلومة والمدة الغير معلومة. المدة الغير معلومة هسه ما افتهم يعني شلون. يعني مثلا انا ذهبت الى ايران ولو ايران بها كورونا، ذهبت الى بغداد لشهر، شهر مدة معلومة وغير معلومة. هسه واحد يقول لا هاي مدة معلومة، واحد يقول هاي مدة غير معلومة. خليني أوضح لك طريقة بسيطة. أنت رحت إجا واحد تقرض من عندك فلوس، أوكي، وقلت له اعطيني موعد. إذا قال لك رجعها بسنة، بأسبوع، بيوم، شهر، فصل من فصول السنة، عصر من العصور، مدة طويلة، مدة قصيرة، في ليلة ما، لمدة ساعة، لمدة دقيقة، لقرين، فهي ما تعتبرها مدة. قل اعطيني موعد. اي ارجع لك اياها سنة 1999 اعتبرها موعد. ارجع لك اياها الاحد او الاثنين اعتبرها موعد معروف. ارجع لك اياها بشهر الثاني، شهر الثالث، جانيوري، فبراير، مارس، ابريل، ماي، جون، جولاي، اوغست معروف. رجع لك اياها بالصيف، اي معروف. رجع ما رجعها بالشتاء، بالصيف معروف، في بدايه الصيف او نهايه الصيف حسب الاتفاق. رجعها اجزاء اليوم في الصباح، زين ساعات، هذا اني مثلا الساعه 5، الساعه 6، هاي الحاله يعتبر معروف وغير معروف. في منهج السادس، نعم في منهج السادس. شو هي منهج السادس؟ منهج السادس طلابنا الأعزاء، نخبرني
بعض الأساتذة وهي ناجحة يعني بنسبة 99%، شنو هاي الناجحة 99%؟ إذا جتنا الـ A أو الـ AN أو الـ The أو S الجمع، شيء صغار ذني، إذا لقينا ذني فمعناها إنه تاخذ 4، وإذا ما لقيناها تاخذ 6. وقلت لكم هي ناجحة 99% شيء، وهذا 1% وين موجود؟ موجود بالكتاب هسه شوية وراويكم إياه. طيب هاي بالنسبة للسنس والفور. ليش ما يشتغل؟ اوكي. احنا عندنا مشكلة بعد، شنو هي؟ انه هاي المضارع التام البسيط والمضارع التام المستمر يعني اكو تداخل بيناتهم. شلون يعني؟ يعني إذا منطوق السؤال قال لك أريدها present perfect simple، سويها present perfect simple حتى لو عندك since و for، مو شغلتك بعد. وزارة تريدها هيج تريدها، أبيض أبيض، أسود أسود، مو كيفك، مالك حق تبدع من يمك. زين، إذا قال لك سوي لها مضارع تام مستمر، أيضا سويها مضارع تام مستمر، ما من حقك تتدخل. أوكي، افتهمنا هسه. إذا لقيت طيب مثلا ما اعطاني شو اسمه منطوق سؤال، يعني بين قوسين ما قال يسويها مضارع تام بسيط أو قال يسويها مضارع تام مستمر، هم معتمد على الظروف؟ لا، قبل ما تجي تعتمد على الظروف تعتمد على الأفعال الساكنة. شنو هاي الأفعال الساكنة؟ هاي الأفعال الساكنة بي، ووك، لايك، سي، ليف، نو، هاف، نيد، وونت، هذن يجن مع المضارع التام البسيط فقط، ما ينحط لهن اي ان جي في حدود المنهج. لا تجيب لي كلمه ليف تصير ليفينج، والسي سينج، ولا والووك ووكينج، نعرف بي، بس احنا نتكلم في حدود المنهج. ياتي مع المضارع التام بريزنت بيرفكت سمبل. زين، اتهمناها. الاعتماد على ادوات الاستفهام الهاو ماني، هاو لونج، وهاو لونج. الهاو ماني قاعدتها have زائد الفاعل زائد تصريف ثالث الفعل. ال how long have فاعل been and فعل يحتوي على ing. راح تقول ساد واذا جاب لي اياها واحده من ذني، اي عادي، واحنا جبناها بالتسلسل. اول شيء نعتمد على منطوق السؤال، واذا جاء ما جاب لك منطوق سؤال تعتمد على الافعال الساكنه. واذا جاب لك فعل ساكن يعني how long وبيها فعل ساكن، فهي عاد تسوي how long زائد have زائد فاعل زائد تصريف ثالث للفعل. تمام؟ اوكي، تمام. عندنا بعد شنو؟ عندنا الماضي التام. الماضي التام نخلي له had زائد تصريف ثالث للفعل. طيب شلون نعرفه؟ نعرفه من خلال الـ after والـ because. الـ after والـ because جراها ماضي تام past perfect. نخلي له هاد في حالة انه في هادنت زائد تصريف ثالث للفعل. اما بيفور، سو، ذيرفور، ذاتس واي، يجي قبلها الماضي التام. هسه بالامتحان دائما مركزين على البيفور والسو. ماضي تام خلي له هاد زائد تصريف ثالث للفعل. هذا اللي حكيناه كله كوم، واللي راح يجي كوم ثاني. شلون نشتغله بالامتحان؟ اوكي، شلون تشتغله بالامتحان؟ يراد لها قاعدة. اوكي، اول شغلة يا طلابنا الاعزاء انه هذا الموضوع بالامتحان راح يوقعك بحيرة. ليش؟ لان ما بي منطوق سؤال واضح. Angry Birds. طيب شنو يعني ما بي منطوق سؤال واضح؟ يعني يقول لك هاي الاسئلة حل، اللي تفتهمه تحله. اوكي، نجي عليهن واحده واحده. مثلا عندنا هنا التمهيد، راح نجي عليها من 2014 لحد اسئله 2019 الدور الثالث. راح يصير عندكم ملل، راح يصير عندكم ضاجه قهر، لكن هو هالماده بعد. مثلا نجي هنا 2014 شبابنا الاعزاء، نجي نشوف، لما نجي نشوف راح نلقى افتر. اوكي، وراها فراغ، واحنا قلنا اذا جتنا الافتر راح يجي وراها ماضي تام. يعني هنا راح تصير هاد زائد تصريف ثالث للفعل. اوكي،
الوراها هنا لقينا سنس وفور. سنس وفور روح الى السنس والفور، بعد كلمة منت وقلنا كلمة منت راحت تأتي مع الفور. اوكي نروح الى سنة 2014 الدور الاول. 2014 الدور الاول نجي نفلسها على كيفنا، يعني هنا نتكلم عن الريجرت، هنا السجستشن ما لنا علاقة به، هنا نتكلم عن الامبيراتيف ادفايس، هنا الباسيف المبني مجهول، الاكسبكتيشن كلها ما لها علاقة بها، هنا نتكلم عن الاز الموجود بالفصل الاول، وهنا نتكلم عن جوت. هيك نفلس هالاسئلة. بعد شلنا عن الريبورتد، عندنا هنا الباسيف، وهنا عندنا الديفاين يعني ما موجود عندنا موضوع من المواضيع. اوكي ايش عندنا؟ عندنا السنس والفور، ايضا السنس والفور عندنا الايت اوكلوك الساعة الثامنة، وهي من الساعات، والساعات نخلي لها سنس. الدور الثاني 2014 هنا نتكلم عن في الشرطية، توقع ترتيب النصيحة ندم reported passive لزمناها. شنو ابويا اللي لزمتها؟ هنا ملاحظين طلابنا انه احنا عندنا yet في حالة الـ question. ايه يعني شبابنا الـ yet في حالة الـ question القاعدة مالتها تقول لازم نخلي have زائدا فاعل زائدا تصريف ثالث للفعل وبعدين نكمل أهاتل يت وعلامة الاستفهام. طيب حلت. اكو بعد شيء ثاني؟ نعم عندنا الافتر. ايش فيها الافتر؟ الافتر سولفنا عليها ان يجي وراها ماضي تام، الماضي التام باستعمال هاد زائدا تصريف spoken تصريف ثالث للفعل. اوكي نجي وراها عندنا شيء؟ نعم عندنا النفا والابا. اوكي نروح للنفا والابا. النفا والابا شبابنا وين راحت؟ يقول النفا الابا تاتي في حاله السؤال، والنفا تاتي في حاله المثبت. انا هنا عندي حاله سؤال، اذا راح نختار الابا. بعد خلنا نخرجني اوكي ايش بيها هذه؟ هذه عندنا هنا يت في حالة الاستفهام. اليت في حالة الاستفهام يقول نخلي هاف موجود الهاف زائدا فاعل موجود الفاعل زائدا تصريف ثالث الفعل اللي هي البوك تصير بوكت. اوكي الدور الاول 2014 ايش عندنا بالدور الاول 2014؟ الدور الاول 2014 الدور الخاص، اسف كنا الدور الاول الدور الخاص ايش بيها؟ نجي عليهن وحده وحده. هنا عندنا هاو لونج، معطينا جمله يقول دخل هاو لونج عليها، نروح نشوف الهاو لونج. هاي الهاو لونج خلينا نتاكد هل ان الفعل ساكن بي؟ نعم البي ساكن. اذا عندنا هاو لونج والفعل ساكن لازم تترتب بهذا الترتيب. هذا الترتيب يقول نخلي هاو لونج خليناها زائدا هاف زائدا الفاعل الذي والبي يصير بن ومرد تصريف ثالث للفعل. تصريف ثالث للفعل البن مو المرد، يعني دير بالكم. خلصت؟ لا ما خلصت. شلون؟ يقول هاي الجملة أحلها بالبريزنت بيرفكت سمبل لو بريزنت بيرفكت كونتينيوس. هناك طلاب تركزون على كلمة لوك،
التي تدل على ال present perfect continuous. يعني راح تصير الجملة has been dropping. اوكي. 2014 الدور الثالث. 2014 الدور الثالث راح تشوفون هنا يعني هوس ستاد احنا شلون راح نعرفها؟ والله داخل نجي عليك احنا نفلسهن. يعني مناسبة الحظر كلها مساعدة بشغل البيت تمن مع تمن وهاي يعرفون يلقطون فتدربوا. Relative clause طيب. Expectation حلو. Reporting define تعريف الموجود بالفصل الثاني. هنا regret وهنا أربع كلمات باجل. أوكي عندنا الآن الموجود بالفصل الأول، عندنا الفيوتشر بالفصل السابع، وعندنا الباسف باسف المبني بالمجهول، وهنا عندنا used to إذا ما موجود عندنا حد الآن. هنا عندنا الأفا، وهنا عندنا في الشرطية نجي على بني الجواهن. الجواهن هنا أوقف دقيقة أستاذ. هنا يقول عندنا نخلي has been cooking لو cooks. طيب احنا ايش عندنا يابا؟ احنا عندنا الفور، احنا عندنا الفور. هسه سولفنا لكم ان الفور وين راحت؟ نعم الفور تأتي مع المضارع التام المستمر، اذا هي has been cooking. خلصت؟ لا لا اكيد ما خلصت. ايش عندنا؟ عندنا الهاو ماني. الهاو ماني عندنا بها اثنين اختيارات. طيب نروح للهاو ماني. الهاو ماني اذا ملاحظين سولفنا عليها، قلنا يجي وراها هاف زائد الفاعل زائد التصريف ثالث الفعل، هاف زائد الفاعل زائد التصريف ثالث الفعل. خلصنا؟ لا اكيد ما خلصنا. هنا ايش عندنا يابا؟ هنا عندنا البيكوز. حلو عندنا البيكوز. ايش بيها البيكوز؟ ان البيكوز يجي وراها هاد وتصريف ثالث للفعل اللي هي الماضي التام، راح تصير هادنت لكت. محاضرة طولت أكثر من اللازم، خلينا نروح ل 2019، تموتون على 2019. 2019 هنا أنا التمهيدي 2019، أول موضوع يتكلم عن الفيوتشر عن المستقبل، ثاني موضوع يتكلم عن إف الشرطية، هنا يتكلم عن ديفاين، هنا يتكلم عن أوردر الترتيب سجستشن، أوردر الترتيب أيضا كوريكت ذا سنتنس صح الجملة، ريجريت نفيراتيف كلوز، و هاي يتكلم عن الوين أدوات الربط الموجودة بالفصل الأول، إمبراتيف الجملة الأمرية، هنا يتكلم عن إكسبكتيشن التوقع. طيب وهنا شوفوا هنشوف هنا شوف ايش عندنا. يعني هنا نتكلم عن التيك والتيكن، هنا عندنا هاد اذا ناخذ تيكن. طيب هنا نتكلم عن المستقبل، هاي الماني والماتش، اي النفا والافا. النفا والافا سولفنا عليها قبل شويه وقلنا يابا اذا لقينا حاله الكويستشن السؤال نستعمل افا، وحاله المثبت نستعمل نفا. هنا عندنا هنا حاله مثبت لو استفهام، اكيد عندنا حاله استفهام اذا راح نخلي الافا. جواها عندنا سينس وفور، ايضا عندنا منت راح نخلي فور. طيب هذا موجود عندنا وين؟ بال 2015 الدور يعني الاورجنال تمهيدي بالاسف التمهيدي. نروح للدور الاول ايضا، هنا نتكلم عن ريجريت اكسبكتيشن في الشرطيه بولايت ريكويست على صياغة الجملة باستعمال make reported. عندنا هنا define تعريف، وعندنا هنا الوين دا تتذكرون الوين والآن والوايل والآز. اوكي نجي عليها لزمناها. مش لزمنا يقول هاي استعمل ال how long مع كلمة wait. اوكي بس احنا بنتأكد ال how long قلنا بيها حالتين. عندنا how long إذا كان الفعل اعتيادي، و how long إذا كان الفعل ساكن. عندنا كلمة wait هل هو ساكن لو لا؟ لا مو ساكن. إذا مو ساكن راح تصير الجملة كالآتي: how long زائد الفاعل. أستاذ وين الفاعل؟ ما هو؟ لا هو قاعد لك you أنت.
You arrive and you ask وأنت تسأل راح يصير have you been زائد الفعل ing waiting how long أصف. How long زائد has زائد الفعل زائد you زائد فعل نخلي له ing okay هاي هي خلينا نشوف الجواب والله ماكو شيء ماكو هنا أنا يتكلم عن الماني والماتش وهنا 20 دقيقة صار لنا لأول مرة نطول هيجي لا أنا ما عندنا شيء ماكو هنا أفا لو نفى في حالة الاستفهام نستعمل الأفا نروح للدور الثاني 2019 أول موضوع يتكلم عن الأوردر الترتيب ما له علاقة به وهنا يتكلم عن اليوز تو هنا يتكلم عن الديفاين الموجود بالفصل الثالث الريبورتد هنا موجود عن الاوردر الريجرت الندم وهنا في الشرطية تكلم لقيناها هنا يتكلم عن الجاست اوكي الجاست يقول شيل الجاست وخليها بالفراغ بس اول مرة خلينا نروح نشوف شنو شروط الجاست شروط الجاست شبابنا انه لازم تخلي فاعل شنو الفاعل اخلي هنا ما دام بالسؤال مطيك يو اذا الفاعل لازم تخليه اي اوكي الاي يجي وراها هاف الهاف يجي وراها جاست الجاست يجي وراها تصريف ثالث للفعل هنا ما دام قال له كومبليت يعني لازم تخلي فعل من عندك نا ابروبريت فيرب خلي فعل مناسب فعل من عندك طيب انا عندي هنا قهوه القهوه شو تسوي لها تشربها او تتناولها had had coffee أو had one خليها had coffee أحسن استاذ هي coffee لو coffee كيفك اوكي زين خلصت لا ما خلصت هنا معكم جيد نروح الى الدور الثالث وهي جيرانكو نجعل اول واحد يتكلم عن الريبورتد دائما نتكلم عن الاز ما العلاقه بها هنا الريجريت هنا الفيوتشر هنا الامبيراتيف ادفايس هنا يقول كوركت ذا سنتنس هاي موضوع صحيح ولا له علاقه بالمضارع التام لكن هذا تمرين وحدة خاص راح اعيف لكم الرابط مالته بال مع الفيديو هذا اوكي هنا صيغه الجمله باستعمال ميك بعد ايش عندنا هنا شباب البتني للمجهول اليوز تو سجستشن تيتشر الفور اوكي الفور اذا هنا عندنا لو مضارع تام بسيط لو مضارع تام مستمر بريزنت بيرفكت كونتينيوز او بريزنت بيرفكت سمبل خش نروح المن حتى نحل هاي المشكله ان الفور تاتي مع البريزنت بيرفكت continues حلو بس لازم تلاحظ شغلة وهي ان كلمة no تأتي مع الافعال صحيح ولا الافعال الساكنة stative الافعال الساكنة التي تأتي مع المضارع التام البسيط present perfect simple يعني هنا ايش راح اسوي راح اصير teacher مفرد نخلي لها hasn't ال hasn't يجي وراها تصريف ثالث الفعل none وراها اف الشرطيه هنا هو والهوز اللي توي فيو هنا الفيوتشر يتكلم اي ان جي والاي دي الى اخره طيب هنا عندنا موضوع استاذ نخلي هذا الفرق بين البن والجان وايضا هاي وحدها موضوع يختلف تماما على العموم طلابنا الاعزاء ان شاء الله استفاديتوا واسف على التاخير اللي اخرت لكم اياه لكن هو الموضوع يتطلب هيك مع السلامه